بلبلة كبيرة أثارتها الممثلة الكويتية إلهام الفضالة بعد أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، انتشر على الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير العرب وبشكل واسع مقطع فيديو لمقابلة حديثة أجريت مع الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، روت فيه موقفين طريفين تعرضت لهما مع إحدى المعجبات. وقالت إلهام إنها مرة من المرات جاءت معجبة من معجباتها عندما رأتها ودخلت في نوبة بكاء شديد إلى حد أن أغمي عليها أمام الجمهور. أما الموقف الثاني الذي روته إلهام فهو أن هناك معجبة توجهت نحوها وهددتها بإنهاء حياتها، الأمر الذي أقلقها وأخافها وجعلها تبتعد عن المعجبة. أتذكر في مسرحية من مسرحيات الأطفال قدمناها في السينما من السنين، إن هي يوم شافتني بشت. هذا الأمر أثار تفاعلاً كبيراً بين الجمهور الذي شن هجوماً عليها، خصوصاً بعد موقفها وزوجها شهاب من الفنانة القديرة هدى حسين. وكانت إلهام الفضالة قد تعرضت لحملة انتقادات واسعة من قبل الجمهور بعد إطلالتها الأخيرة مع زوجها شهاب جوهر في برنامج مراحل مع علي العلياني، وذلك على خلفية تسميتها لأهم خمس فنانات كويتية ليختار شهاب على الفور التحدي الثاني، ويقول سعاد عبد الله، حياة الفهد، إلهام الفضالة، شجون الهاجري، قبل أن يتوقف قليلاً ليحزر الاسم الخامس ويقول لإلهام يلا قولي واحدة حتقول هنادي الكندري. المذيع على الفور سألهما إن كانت بعض الصراعات والزعل تؤثر على القرارات، ويذكر بالفنانة هدى حسين، ليجيب شهاب باستغراب لا أنت قلت كويتيات ولم تأتي في بالي هدى، لكنها فنانة قديرة. نغني ولا ننقي خمس فنانات؟ أدري أنت ما تحب تغني، ننقي خمس فنانات. أنت جنت بيب. المغردون على تويتر لم يقتنعوا بتبرير شهاب، بل هاجموه بسبب إجابته هذه، وحساب باسم رودي قال إلهام وشهاب من أنتم عشان تصنفون سندريلا الخليج هدى حسين إنها مو كويتية؟ لا يوجد أي مقارنة بين أداء هدى وإلهام، هدى تعيش الدور وتقنع المشاهد، أما إلهام فتركيزها على الشكليات والشنط والجلابيات من جميع أدوارها، هدى هامة ولا يمكن لأحد تجاهلها وتصنيفها مع حياة وسعاد. فيما لفتت هذه المغردة إلى خلاف بين إلهام وهدى، حيث كتبت إلهام الفضالة ورطت زوجها شهاب الجوهر عشان خلافها مع هدى حسين ما قدر حتى يقول إنها من أفضل الممثلات بالكويت، صدق مدريش قول. وهو ما أكده المغرد محمد أيضاً، فعلاً هدى حسين بمشهد واحد جيب تاريخ إلهام الفضالة وشهاب جوهر قالها لعلياني الخلافات والزعل بس شكل زوجها صار زوج الست على قول مي العيدان، خليل التميمي مو زوج الست. وفي السياق دخلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على الخط، حيث نشرت عدداً من المقاطع تحدثت فيها عن هدى بالدعم والمدح حينها وبالهجوم المبطن على إلهام الفضالة في أحيان أخرى، حيث قالت إنها لا تود الدخول بمشاكل في رمضان. ثم أرفقت صورة الفنان العالمي مايكل جاكسون وكتبت الدنيا رمضان مالنا خلق نفطر على مايكل جاكسون، ما اعتبره المتابعون تشبيهاً لإلهام الفضالة التي صارت تشبه مايكل جاكسون بعد عمليات التجميل. أيضاً كان لهيا الكثير من الكلام الموجه لهدى حسين، ومن أبرز ما قالته لها أن تنظر دائماً للأمام وليس إلى الناس التي تنبح في الخلف. أنا اشتغلت معاها عملين من أحلى الأعمال، كانت راقية 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 هدى حسين، لك تاريخ لك بصمة للأطفال للحريم، يعني أنا أحبك وايد ومسلسلك مكسر الدنيا ودائما طالعك قدامي يا حداوي، لا طالعين
الناس اللي هب هب وراك. وبالنسبة حق يعني الجائزة، الجائزة ياخذها صاحب من جدة وجد، من جدة وجد. يعني هدى أنا وايد أحبك، يمكن في ناس وخرون سووا شغلة يعني وايد أمور، لكن أنت في القلب من أختي الكبيرة اللي أحبها وأعشقها. عليك بالعافية، وصايرة حلوة وجميلة وأداء جدا مبهر ورائع، شيء يضحك شيء يبكي.